السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبي في الله في قناتكم مدونة حبيبي للمعلومات. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. كيفاش سحب الأرباح نتاع تيك توك على حساب البايبر في هذا الفيديو؟ طريقة سهلة جدا بدون أي مشاكل. ما يعرفش كيفاش يسحب الأرباح نتاع تيك توك، ولا ما يعرفش كيفاش يخرج دراهم تاع تيك توك، يتواصل معايا بعد الفاصل ونواصل. مرحبا بنا مجددا. اولا خوتي نروحوا الى تيك توك بهذه الطريقه، نروحوا اعدادات بهذه الطريقه، خصوصيات، من بعد نروحوا الرصيد، ومن بعد اضغط على الرمز الدولار 3.92 دولار بهذه الطريقة. ومن بعد اضغط على السحب بهذه الطريقة. ثم نديرو مبلغ كلي بهذه الطريقة، ديرو إضافة طريقة. نختار حساب بايبر. ديرو قبول متابعة، إضافة حساب بايبر بهذه الطريقة. دو إضافة حسابنا بهذه الطريقة. بهذه الطريقة. ديروا مود باس حسابنا بايبر، بهذه الطريقة. ديروا المبلغ بهذه الطريقة خوتي. ومن بعد واش نديرو خوتي؟ نديرو السحب. قالك تأكيد السحب، ونديرو التأكيد بهذه الطريقة. تم بنجاح، تم السحب الأرباح تاع تيك توك خوتي هذه الطريقة. وصلني. خوتي وصلني السحب الارباح تاع تيك توك. هو روحوا الجيميل اكدوا باش نديروا مصداقيه. تيك توك خوتي هو السحب 3.76 دولار. هو روحوا حسابنا البايبر الاصلي باش ناكدوا. هي ثلاثة فاصلة 76 دولار. خوتي عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس ليصلك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.